القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيروز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن ينصرها بنصره، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يرزقها برزقه. اللهم آمين. يا ربي، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري. الآن نستمع إلى القرآن الكريم والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيروز. ذلكم خير لكم.
Manirun.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين بسم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما بسم الله.
صدق الله العظيم. الفاتحة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من هنا من رحاب مسجد النصر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، احتفالا واحتفاء بذكرى تحرير سيناء الحبيبة، واحتفالا بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء. لحظات إخوة الإيمان، ويؤذن لصلاة الجمعة، ويرفع الأذان الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي
وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء. ويدور موضوع خطبة الجمعة اليوم حول حق العمل، فبلادنا الحبيبة مصر تحتفل بعيد العمال في الأول من مايو، وقد امتدح المولى سبحانه وتعالى العمل، وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل وقيمة العمل. مستمعينا الكرام، يحضر معنا الصلاة قيادات من رجال القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة وعائلات عوقل وشيوخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة. إخوة الإيمان، وأرى فضيلة الدكتور محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء يرتقي درجات المنبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أجمعين. أما بعد،
حيث يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث يقول الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إهمال العمل والتقصير فيه فهو معصية لله ورسوله وخيانة للأمانة، وكذلك إهدار لطاقات البلاد وثرواتها، ويجب أن يواجه وأن يحارب. حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا لنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ غيرنا، فإن يتركوهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من حق العمل الحفاظ على المال العام، فهو ركيزة الأمم تقيم به مؤسساتها وتدير به شؤونها، وكذلك ترتقي بأفرادها وتحفظ أرضها. لذا كان الحفاظ عليه أحد الكليات الست التي جاء بها الشرع وجعل حرمته أعظم من حرمة المال الخاص، فلا يجوز الاستيلاء عليه ولا يجوز الاعتداء عليه إفسادا أو تقصيرا أو إضاعة أو إهمالا. حيث يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تقولوا
تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من حق العمل تحقيق النفع العام في المجتمع بعيدا عن الأنانية وبعيدا عن السلبية وكذلك بعيدا عن كل صور الفساد التي نهى الله تبارك وتعالى عنها من الغش والتزوير والتدليس حيث يقول الله تبارك وتعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين ويقول سبحانه والله لا يحب الفساد ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. فكل من أخذ الأجر على العمل وكل من سيأخذ الأجر على العمل سيحاسب عليه في أداء حق العمل كاملا غير منقوص. نسأل الله تعالى التوفيق والقبول. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها واجعلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين هي وسائر بلاد العالمين. وأعد علينا هذه الأيام بخير واجعل العاقبة إلى خير وصلى الله على سيدنا محمد وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة من هنا من رحاب مسجد النصر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وقد أمن في الصلاة وألقى خطبتي الجمعة فضيلة الدكتور محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء. حتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية مصطفى أحمد وحسن عرفة وأحمد عبد العزيز. لكم تحيات زميلي الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحيات الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية المهندس إبراهيم عواض، المهندس خالد رمضان، المهندس راني عبد الباسط، المهندس هشام محمد.